بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا المتألق دائما الإعلامي المتميز نجم مصر والنادي الأهلي الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام نجم مصر والنادي الأهلي أحد أساطير كرة السلة الكابتن محمد السلعاوي والأسطورة الكابتن أشرف الكردي نجم الجزيرة ومنتخب مصر. مشاهدينا الأعزاء عشاق كرة السلة في كل مكان مشاهدي قناة النادي الأهلي دكتور وائل أبو العزم يحييكم حيث يسعدني أن أنقل لحضراتكم الوصف والتعليق على مباراة كرة السلة بين الأهلي والجزيرة في الجولة 13 من الدور التمهيدي وتعتبر هذه هي المباراة قبل الأخيرة وبيمثل الأهلي عمرو علاء زهران محمد طارق خيري مؤمن طارق خيري عمر عزب عمرو الجندي مروان سرحان سيف سمير كريم حاتم علي وحيد والتر هوج أحمد إسماعيل عمر طارق والإدارة الفنية سنيور أوجستي المدير الفني ومعاه كابتن أحمد الجرحي وكابتن رامي الدياسطي أحمال كابتن محمد الشيحي مدير إداري الأسطورة كابتن طارق الغنام إداري دكتور وليد الخراط طبيب دكتور محمد جاد علاج طبيعي دكتور هيثم عاطف مهمات حامد الكاس مدلك محمد عيسى وإحصائي علاء لطفي تغذية نادر الخزام مصور محمود فهمي. أما الجزيرة بيمثله عمر خيري عبد الرحمن الجندي جباري أنتوني أحمد سامي عاصم الجندي أحمد هشام أحمد حاتم عبد اللطيف سيف الصناديلي مصطفى شعوت محمد عبد الرحمن جيزة أيمن شوكت عمر عبد الحميد والإدارة الفنية الكابتن محمد الكرداني المدير الفني ومعاه كابتن أحمد صقر وكابتن عبد العال درويش وأحمال كابتن محمد علي مدير إداري كابتن أشرف سعيد وإحصائي أحد أساطير كرة السلة كابتن محمد عصام خالد وعلاج طبيعي دكتور محمد طاهر ومهمات نبيل شحاتة. يحكم لقاء اليوم الكابتن محمود إبراهيم والكابتن إيهاب عابدين والكابتن محمد حلمي على الطاولة أسماء وحيد حبيبة بن عيسى عمر فتحي ضياء جمال. لحظات وهنبدأ اللقاء أفكر حضراتكم كده سريعا لقاء الدور الأول انتهى بفوز الأهلي 83-67 الجزيرة. قبل لحظات انتهت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بفوز الاتحاد السكندري 75-72 بعد وقت إضافي وفازت سموحة على طلائع الجيش 74-49 والمصري الاتصالات 73 على مصر التأمين 50. لحظات وهنبدأ مع حضراتكم اللقاء. شايف كده الصناديلي من الجزيرة في دايرة المنتصف وأحمد إسماعيل وبدأنا اللقاء والكرة مع الجزيرة. جباري يلعبها لأحمد حاتم عبد اللطيف في نص الملعب لجباري. جباري بيدور على حد يديله يلعبها ناحية الشمال لأحمد حاتم. أحمد حاتم بيفكر يصوب وبيصوب بالفعل ما ينجحش في التسجيل. يلم الكرة مؤمن خيري مؤمن يلعبها لمروان سرحان الناحية التانية ولتر هوج لعمرو زهران لمروان وتصويبة بعيد عن الحلقة تروح للصناديلي الصناديلي لجباري بيعدي نص الملعب. جباري يلعبها ناحية اليمين للجندي للصناديلي. جباري تاني اللف وجالهم ناحية اليمين وبيوسع لنفسه وبيصوب ما ينجحش في التسجيل. يلم الكرة مروان وعلى طول طويلة لعمرو زهران. عمرو يلعبها في نص الملعب لمروان لولتر هوج بيهدي الملعب. وولتر ابتدي يوزع لاعيبته وفي خطأ فني كابتن إيهاب عابدين بيحتسبه هنشوف يحتسبه على مين غالبا على البنج بتاع الجزيرة. شايف الكابتن محمود إبراهيم رايح يكلم الكابتن محمد الكرداني. يعني لسه احنا طبعا بادئين اللقاء بقالنا دقيقة وثلاث ثواني. وولتر هيصوب الرمية الحرة نتيجة الخطأ الفني بينجح بالتسجيل 1-0 للنادي الأهلي. طبعا الكرة كانت مع الأهلي فهترجع على طول الحيازة للأهلي. وولتر بيطلع كرة لمروان في نص الملعب. عمرو زهران لوولتر مؤمن خيري أرضية لأحمد إسماعيل ومحاولة من مروان وخطأ شخصي هيستوجب رميتين حرتين. خطأ شخصي وفي حوار ما بين الحكام
كابتن محمود رئيس فريق التحكيم بيحتسب مخالفه المشي بالكره، بيتكلم الكابتن محمد حلمي وبيقول له ان في مخالفه المشي بالكره قبل الخطا الشخصي على مروان، وبيقتنع الكابتن محمد حلمي وبالتالي بيرجع عن قراره. وانا شايف اهو مروان بيقول له في خطا شخصي، لا طالما في حوار وان المخالفه سبقت الخطا الشخصي والحكم خلاص ما يعني تنازل عن قراره يبقى بتتنقل الكوره للناحيه الثانيه. جباري داخل جباري وبيصوب في سن الحلقه من فوق، ترد لوولتر بيحاول يسيطر على الكره ولكن تخرج خارج الملعب اوت سايد. جباري يلعبها في نص الملعب للجندي، ايمن شوكت للصناديلي، جباري تاني الصناديلي وداخل الصناديلي وبيصوب الصناديلي وبيسجل نقطتين للجزيره، يرفع النتيجه لاثنين الجزيره واحد النادي الاهلي. وولتر ووتش في نص الملعب لمروان لمؤمن لوولتر، احمد اسماعيل يطلعها بره العمق، وولتر داخل وبيصوب وولتر وبيسجل نقطتين، وولتر يرفع النتيجه على طول لثلاثه الاهلي اثنين الجزيره. جبري انتوني بيقفل عليه مؤمن في نص الملعب، يلعبها لايمن شوكت اللي بيصوب في سن الحلقه اللي ما على طول احمد اسماعيل لولتر هوج، بيعدي وولتر بيلعبها لعمرو اللي بيصوب في سن الحلقه، عمرو يا سلام يا احمد اسماعيل بيلم الكره كده هو مش مصدق نفسه وبيلمها بايده، طلعت فوق وخبطت في اللوحه ونزلت سجلت نقطتين. الكرة مع الجزيرة، أيمن شوكت خمسة الأهلي اثنين الجزيرة، داخل أيمن وبيصوب ما ينجحش في التسجيل اللي مع الصناديلي وبيسجل نقطتين يرفع النتيجة لثلاثة خمسة. وولتر ووتش، وولتر في نص الملعب لمروان، عمرو زهران لوولتر في نص الملعب، مؤمن ناحية الشمال أحمد إسماعيل لمؤمن وتصويبة في سن الحلقة، لسه مؤمن ما سخنش ما شفناش لسه ثلاثياته. مؤمن تاني وولتر تطير الكرة من ايده ويسيطر على كورته وتصويبه في سن الحلقه من جوه، ياخدها عمرو زهران وداخل عمرو وفي صفاره وقرار، هنشوف قرار كابتن محمد حلمي. خطا شخصي هيستوجب ادخال الكرة من الحد الجانبي. واضح كده في حوار مع كابتن محمود ابراهيم، ودايما بنقول يعني بايه يفيد الحوار مع صاحب القرار مع الحكام، يعني ايه يفيد الكلام مع الحكام، هو في النهايه هو صاحب القرار، اللي شايفه هو اللي هيحسبه، ما حدش هيقدر يغير فكره او وجهه نظره. وولتر ووتش هيطلع كوره من ناحيه الشمال يلعبها لمروان، مروان لعمرو، وولتر مرتدة لمروان يطلعها بره المؤمن، وولتر تاني وداخل وولتر ويصوب ما ينجحش في التسجيل، يلم الكرة أيمن شوكت، أيمن يلعبها لجباري وجباري طويلة تطلع خارج الملعب أوتسايد. أوتسايد على أحمد حاتم وما زال الحوار مستمر. لا هنا الكابتن محمد حلمي بيقول خبطت في ايد لاعب من الاهلي وخرجت خارج الملعب اوت سايد. هنشوف اخر الحوارات والقرارات في النهايه هتكون ايه، يعني الملعب واقف واحنا مش شايفين حدث لايقاف الملعب، ولكن كابتن محمود ابراهيم بيتشاور مع كابتن احمد كامل مراقب المباراه ومدير المسابقات بالاتحاد المصري لكره السله. لا كده الكوره ايه صح لصالح، لا رجعت تاني، يعني كنت شايف عمرو زهران واقف على الخط بره ولكن هو قال الكوره لاحمد حاتم. الكرة مع جزيرة، جباري يقطعها مؤمن
وتصويب العمر وداخل عمر وبيلف عمر. يا سلام يا عمر، يا سلام يا عمر يا زهران، يعني كانت عايزة. ها عدى عمر حلو قوي ولف كويس قوي بعد الديفنس عنه وطلع، ولكن الكرة خبطت في سن الحلقة ولم ينجح في تسجيل النقطتين. جباري الصناديلي، ايمن شوكت، وتصويبة من ايمن شوكت بتخبط في الحلقة يهمها تاني ايمن، وتصويبة من الجندي عبد الرحمن الجندي، ولكن تروح للنادي الاهلي. وولتر عمرو زهران، وعمرو بيعدي وداخل عمرو وبيعدي عمرو ويصوب، ولكن ما ينجحش في التسجيل لما عبد الرحمن الجندي. تروح على طول لايمن شوكت، ايمن لاحمد حاتم في نص الملعب، بيقفل عليه عمرو زهران، بيعدي احمد، بيعدي وداخل احمد وبيسجل نقطتين للجزيرة، يرفع النتيجة لستة خمسة. في خطأ شخصي الكابتن محمد حلمي بيحتسبه على أحمد إسماعيل، هيستوجب رمية حرة إضافية. هيصوب الرمية الحرة الإضافية أحمد حاتم، بينجح في التسجيل. سبعة الجزيرة خمسة الأهلي. وولتر روج بيعدي نص الملعب لمروان لولتر، احمد اسماعيل بيعمل الستار، بيعدي وولتر وبيسقطها لاسماعيل تحت الباسكت، يطلعها بره وتصويبه في سن الحلقه من مؤمن. تروح الكره على طول لولتر لعمرو زهران اللي بيجرب حظه، عمرو زهران وبيجرب وفي سن الحلقه. تروح لمروان لعمرو زهران تاني لولتر، داخل وولتر لمروان وتصويبة ثلاثية، ثلاثية مروان، أول ثلاثية في المباراة من نصيب مروان سرحان. بصوا حضراتكم، بصوا حضراتكم، ثلاثية يرفع بيها النتيجة لثمانية الأهلي سبعة الجزيرة. مروان بيلم الكرة لولتر، وولتر بيعدي نص الملعب من ناحية الشمال، هيخترق ويا سلام بيسقطها لاحمد اسماعيل، تقريبا كان باصص فوق احمد مستني ان وولتر هيطلع بيها على الباسكت، ولكن بتروح الكره للجزيره وتصويبه في سن الحلقه. يلمها مروان لعمرو زهران وولتر هوج. شايف الكابتن اللي قبل يقول للكابتن محمد الكرداني انت داخل الملعب، وعمرو زهران لمروان وصراع على الكره ما بين الصناديلي ومروان، والاحتكام لسهم الحيازة، سهم الحيازة لصالح النادي الأهلي. في تغيير، بيخرج أحمد إسماعيل وعمرو زهران، وبينزل سيف سمير وعمرو الجندي. وولتر هيطلع الكورة، مروان عمرو الجندي وتصويبه. يا سلام يا جندي، يا سلام يا جندي، ثلاثيه الجندي، اول تسجيل لعمرو الجندي بثلاثيه يرفع النتيجه ل 11 7. الصناديلي عبد الرحمن الجندي، وداخل عبد الرحمن وخطافيه وبيسجل نقطتين. طبعا عندنا هنا عبد الرحمن الجندي وعاصم الجندي في الجزيره، وشقيقهم عمرو الجندي في الاهلي. الجندي وتصويبه في سن الحلقه، ومحاوله لم للكره ولكن تروح للجزيره. يلمها احمد حاتم، ايمن شوكت ناحيه اليمين، شوكت بيعدي بيوقف على خط الرمي الحره وبيصوب في سن الحلقه، ورايح يلم الكره ولكن بتخبط في ايد وولتر هوج وبتخرج خارج الملعب اوت سايد لصالح الجزيره. في تغيير في صفوف الجزيره، بيخرج عبد الرحمن واحمد حاتم، وبينزل جيزة وأحمد سامي. الصناديلي لجباري، وفي صفارة بخطأ شخصي قبل محاولة التصويب، هتستوجب إدخال الكرة من الحد الجانبي. جباري هيطلع الكرة، يلعبها لأحمد سامي. احمد لجيزه في نص الملعب، جباري تاني
وجبالي الصناديلي وداخل الصناديلي وبشماله ويلمها تاني ويلعبها خطافيه بيمينه ويسجل نقطتين يرفع النتيجه ل 9-11 11-11. وولتر داخل وولتر بيعدي وولتر وبيصوب وبينجح بالتسجيل وولتر. 13 الاهلي 11 الجزيره. جيزه يلعبها ناحيه اليمين لاحمد سامي يصوب في سن الحلقه يلمها الجندي. الملعب مفتوح والجندي يلعبها لوولتر للجندي تاني. الجندي لوولتر في نص الملعب. مروان سرحان لوولتر يسقط للجندي يلعبها بره المؤمن. ويلا يا مؤمن ثلاثيه مؤمن يا واد يا مؤمن ثلاثيه مؤمن. طارق خيري يرفع النتيجه ل 14-11. جباري وجباري داخل وبيسجل جباري نقطتين يرفع النتيجه ل 13 الجزيره 14 الاهلي. والتر وخطافيه في سن الحلقه وخطا شخصي. كابتن محمد حلمي بيحتسب خطا شخصي على جيزه. شوفوا حضراتكم ثلاثيه مؤمن طارق خيري. يا سلام يا مؤمن لاعب واعد مؤمن طارق خيري وشقيقه ايضا في التشكيل النهارده محمد طارق خيري ابناء نجم مصر وغزال مصر وغزال النادي الاهلي والمدير الفني لسيدات الاهلي الكابتن طارق خيري. وبيصوب والتر بينجح في تسجيل الرميه الحره الاولى. هيصوب الرميه الحره الثانيه بينجح في التسجيل يرفع النتيجه ل 16-13. بيخرج مؤمن ونزل مكانه كريم حاتم والكره مع جباري بيقفل عليه كريم بيعدي وداخل وبيعملها خطافيه عكسيه ما ينجحش في التسجيل. شايف مصطفى شعوت نزل برضه في الجزيره وداخل وولتر داخل وولتر وبيصوب وولتر. يا سلام يا وولتر 18-13. جيزه بيعدي بيسقط جيزه. يا سلام يا شعوت. شعوت بيطلع وبيسجل نقطتين. لاعب خبره ومميز في صفوف الجزيره شعوت. 15-18. كريم حاتم وولتر وتصويبه ثلاثيه وولتر ثلاثيه وولتر اوتش. طب 21-15 والكره مع الجزيره. الجندي لجباري جباري بيقفل عليه كريم وخطا على المهاجم على مصطفى شعبان وهو بيعمل ستار دفع دفاع الاهلي وارتكب خطا شخصي على المهاجم. خرج وولتر ونزل عمر عزب وعلي وحيد وخرج مروان. الجندي ومخالفه المشي بالكوره على عمرو الجندي. الساوي بتخلي الكوره من الحد الجانبي. الكوره مع الجزيره احمد حاتم لجيزه وجيزه بيصوب بيحاول يكملها مصطفى شعوت ولكن تروح لجيزه وبيخبطها في كريم وبتخرج خارج الملعب اوت سايد على الاهلي. احمد حاتم عبد اللطيف هيطلع الكوره يلعبها لمصطفى شعوت لجيزه وجيزه بيصوب في سن الحلقه يلمها عمر عزب. عمر يلعبها في نص الملعب. علي وحيد لعمر للجندي. عمر عزب وبيعدي عمر يسقطها لسيف لعلي وحيد داخل على طول وبيسجل نقطتين يرفع النتيجه ل 23-15. بتنتهي احداث الفتره الاولى اعزائي
المشاهدين والمتابعين بتقدم النادي الأهلي 23-15. عودة مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة الأهلي وصالة الأمير عبد الله الفيصل، وأحداث الفترة الثانية من مباراة الأهلي والجزيرة في إطار الجولة رقم 13 في الدور التمهيدي. انتهت أحداث الفترة الأولى بتقدم النادي الأهلي 23-15 الجزيرة. لحظات وهنبدأ مع حضراتكم أحداث الفترة الثانية، والحيازة هتكون مع الجزيرة. جيزة هيطلع الكرة، محمد عبد الرحمن الشهيربي جيزة، يلعبها لأحمد حاتم عبد اللطيف، أحمد حاتم بيقفل عليه عمرو الجندي، يلعبها لعاصم، بتخبط في قدم جيزة، وهنشوف هنا قرار كابتن محمود فعلا مخالفة إرجاع الكرة للمنطقة الخلفية باك زون. هنا بيبقى زمن الهجمة للنادي الأهلي 14 ثانية. كريم حاتم هيطلع الكرة، يلعبها لعلي وحيد، لعمر عزب، لكريم الجندي، لسيف، ودخل علي وحيد وبيحاول ما ينجحش في التسجيل، يلم الكرة على طول الجزيرة، أحمد حاتم عبد اللطيف لجيزة، وجيزة تخبط الكرة في قدمه تاني وهو بيعمل دريبل وبتخرج خارج الملعب أوت سايد. كريم لعمر، لكريم تاني، بيعدي نص الملعب لعلي وحيد، لكريم الجندي، لسيف، للجندي، كريم تقع منه كرة ولكن بيلمسها وهو خارج الملعب، تبقى اوت سايد على النادي الاهلي. طبعا بذكاء كده هو بيعطل الهجمه العكسيه او الهجمه المرتده، وتروح الكره للجزيره. احمد حاتم بيصوب احمد حاتم، والكابتن ايهاب عابدين بيقول دايس على قوس الثلاثيه، ولكن بيحاول يلمها مصطفى شعوت وتخبط في ايده وتخرج خارج الملعب اوت سايد لصالح النادي الاهلي. فكر حضراتكم لقاء الدور الاول انتهى بفوز الاهلي 83-67 الجزيره. عزب لكريم، علي وحيد لكريم، الجندي في نص الملعب، عمر عزب، سيف سمير، وبيصوب سيف سمير وبيسجل تصويبه متوسطه بنقطتين يرفع النتيجه ل 27-15. احمد حاتم قافل عليه عمر عزب، يلعبها للجندي، عاصم الجندي، لشعوط، يلمها عمرو الجندي من النادي الاهلي، عمرو الجندي لعمر عزب، كريم داخل، كريم بيعدي الناحيه الثانيه للجندي، وخطا شخصي على احمد حاتم عبد اللطيف، خطا شخصي هيستوجب ادخال الكره من الحد الجانبي، وفي تغيير في صفوف الجزيره، بيخرج شعوط واحمد حاتم وبينزل جباري والصناديل. عمر عزب، سيف سمير، وبيصوب سيف سمير ما ينجحش في التسجيل، وخطا شخصي اثناء لم الكوره، وعاصم بيلم الكوره، بيطلع علي وحيد وبيضرب الكوره فضرب ايده معاه كابتن محمود ابراهيم، بيحتسب على طول خطا شخصي. جباري يلعبها للصناديلي، الصناديل جباري في نص الملعب وبيقطعها كريم حاتم بقدمه، على طول بيحتسب عرقله للكره بالقدم، وهنا لو زمن الهجمه اقل من 14 ثانيه هيزيد تاني ل 14 ثانيه، انما لو ازيد من 14 ثانيه بيفضل زي ما هو. عاصم الجندي يلعبها الجباري في نص الملعب، جباري بيعدي جباري وبيقف في الهواء ويصوب، ما ينجحش في التسجيل، لما سيف سمير، سيف لكريم، وهجمه سريعه، يلعبها لعزب، عزب لعلي، يطلعها بره للجندي، والجندي بيعدي وداخل الجندي ويقف في الهواء ويصوب في سن الحلقه، ومحاوله لم الكره ولكن تروح للصناديلي لجباري، وهجمه مرتده وجيزه ونقطتين، جيزه بيطالب بخطا شخصي ولكن ده في النهاية برضو قرار الحكام يا جيزة.
ايه الكرة مع الجندي، كريم، عزب، علي، ليه تتقطع على طول الكرة تروح ليه احمد سامي، لعاصم، لجيزة، جيزة بيهدي الملعب، مستني جباري، بيدي الكرة لجباري في نص الملعب، وتصويبة من جباري بتخبط في سن الحلقة وتروح لعلي وحيد، لكريم، كريم بيعدي نص الملعب، يلعبها لعمر عزب، لكريم تاني، وكريم بيخترق، تقع منه الكرة، وعاصم، وسلوك غير رياضي، سلوك غير رياضي، عاصم بيقطع الكرة من كريم وهو بيعدي، بيرتكب معاه كريم حاتم سلوك رياضي هيستوجب رميتين وحيازة. في تغيير، أحمد إسماعيل نازل وبيطلع علي وحيد، وعمرو زهران نزل وبيطلع كريم حاتم. إصابة عاصم، الرمية الحرة الأولى، ما بينجحش في التسجيل، عاصم الجندي كابتن فريق الجزيرة هيصوب الرمية الحرة الثانية، بينجح في تسجيلها، يرفع نتيجة ل 18 الجزيرة 27 النادي الأهلي. جيزة يطلع الكرة، الحيازة بزمن هجم 14 ثانية لجباري في نص الملعب، بيقفل عليه عمرو زهران، جباري بيعدي، يلعبها للصناديل تحت الباسكت، الصناديل بيلف بيقطعها عمرو زهران، ويقطع عمرو، وماشي عمرو، وماشي عمرو، وماشي عمرو، يا سلام يا عمرو، عمرو زهران سوبر مان السلة المصرية، عمرو زهران لاعب ورا اروع اروع، عمرو زهران ابن النجم الكبير الكابتن علاء زهران، ياما جيله متع الجماهير، جماهير الاهلي وجماهير منتخب مصر بالاداء. والكرة مع عمرو زهران، عمر عزب، عمرو، لاحمد اسماعيل، لعزب اللي بيصوب، عزب في سن الحلقه يلمها احمد اسماعيل، وتتقطع منه الكره خارج الملعب، اوت سايد لصالح النادي الاهلي. يمكن الطريف في المباراه السابقه للاهلي وللجزيره على طول، يعني الاهلي والجزيره فازوا بنفس السكور في المباراه السابقه، وفي وقت مستقطع فاز الاهلي على الزمالك المباراه السابقه 74-59 في المباراه اللي كان بيعلق عليها المتالق دائما الكابتن احمد مناع، والجزيره فاز 74 على سموحه في المباراه السابقه، يعني الطريف ان الاثنين فازوا بنفس النتيجه. نسمع كده ونشوف المدربين بيقولوا ايه. انتهى الوقت المستقطع والحكام بتتوجه لمقاعد البدلاء لاستدعاء اللاعبين لنزول ارض الملعب. كابتن ايهاب لعيبه الاهلي نزلت، ويتوجه كابتن ايهاب عابدين لمقاعد الجزيره لاستدعاء الفريق لنزول ارض الملعب. بالفعل الجزيرة نزل أرض الملعب،
خمس دقائق 36 ثانية و31 الأهلي 18 الجزيرة. أيمن شوكت هيطلع الكورة يلعبها الجباري. جباري بيحاول يقفل عليه عمرو زهران عشان يعطله لثمان ثواني ولكن بيعدي خط النص. السراديلي طالع وتتقطع منه الكرة وتروح على طول الكرة لعمرو زهران. لعزب الجندي عزب في نص الملعب بيطلع له سيف سمير وداخل عزب وبيصوب عزب وبيسجل عزب نقطتين يرفع النتيجة ل 33-18. جباري يلعبها للصناديلي. الجندي للصناديلي لجباري تاني ناحية اليمين وجباري بيحاول يعدي يسقطها للصناديلي يلعبها بره العاصم الجندي وعاصم بيصوب بتخبط في الحلقه من جوه وترد مع اخر ثانيه في زمن الهجمه بتروح للنادي الاهلي وعمرو زهران وفي سن الحلقه عمرو زهران وبيقع على الارض لكن الحكم بيقول له ما فيهاش حاجه. تروح الكره على طول لجباري. جباري لشوكت وبيصوب في سن الحلقه يلمها عاصم. عاصم لايمن شوكت لعبد الرحمن ومحاولة في سن الحلقة. يعني أنا شايف كده عائلة الجندي كلها في الملعب الاثنين هنا في الجزيرة وعمرو الجندي في الأهلي. 33-20 عمرو زهران عزب سيف سمير وسيفه طلع وبيصوب سيف ما ينجحش في التسجيل يلمها على طول الجندي. عبد الرحمن يلعبها لجباري. جباري بيحاول يعدي من عمرو زهران وعمرو بيقطع الكوره ولكن بتقبض في قدم احمد اسماعيل والكابتن ايهاب عابدين بيجدد زمن الهجمه اللي هو لو قلنا اقل من 14 ثانيه هيطلع ل 14 ثانيه. جباري ايمن شوكت وشوكت بيطير على الكرة وياخدها ولكن بينزل على خط الاوت على طول بيحتسب اوت سايد على الجزيرة. عزب هيطلع الكرة. سيف سمير كابتن النادي الاهلي لعزب. بيعدي نص الملعب لسيف لعزب تاني. وولتر زهران ويا سلام يا سلام يا سلام يا سيف يا سلام يا احمد يا اسماعيل. لا احمد اسماعيل كده على طول قام لعب له كرة مرتدة خد الكرة وطلع سجل نقطتين يرفع النتيجة ل 35-20. شوكت الصناديلي عاصم الجندي عاصم لشوكت يقطعها منه عزب يسيطر عليها احمد اسماعيل لعزب تاني. وولتر ووتش لعزب سيف وتصويبه في سن الحلقة عمرو زهران كان عايز يعمل دبل جامب ويصوب ولكن رجع في كلامه. يلعبها لاحمد اسماعيل لعزب لولتر ووتش سيف تحت الباص يا سلام يا سيف يا سلام يا سيف. سيف بيطير الصناديلي لفوق وبياخد منه خطا شخصي برميتين حرتين وبخبره كبيره من سيف. بصوا حضراتكم كده لا دي الكره اللي قبليها دي الكره اللي سجلها احمد اسماعيل. بينزل مروان وبيخرج سيف سمير. وولتر هيطلع الكوره هنا ما احتسبش رميتين يعني احتسب من الخطا الشخصي قبل المحاوله. ليه؟ وولتر بيعدي وولتر ويصوب وولتر ما ينجحش في التسجيل وتتقطع الكوره وانا شايف كده الكابتن محمد حلمي بيدي الهيلم للكابتن محمود ابراهيم بيقول له الكوره لصالح النادي الاهلي. طبعا بيبقى فيه لغه اشاره بين الحكام وبعضها في الملعب سواء بالعيون او بالاشاره كده بالاصابع بيشاوروا لبعض عشان يتحكموا في المباراه وفي اداء المباراه وان مفيش حاجه تروح منهم هم الثلاثه. وقت مستقطع بيطلبوا النادي الاهلي دقيقتين 24 ثانيه 35 الاهلي 20 الجزيره. وهنشوف مع حضراتكم كده ايه التوجيهات اللي هيقولها سنيور اوجستين بوش ليه
سونور اوجستي للنادي الاهلي. انتهى الوقت المستقطع اعزائي المشاهدين والمتابعين امام شاشات قناة الاهلي، واللعيبة تستعد للنزول لارض الملعب. بالفعل لعيبة الاهلي على طول بيتوجهوا لارض الملعب. والكابتن اياب عابدين رايح يستدعي، لا ساب المهمة المرة دي للكابتن محمد حلمي. وبالفعل لاعبي الجزيره نازلين ارض الملعب. وكره لصالح النادي الاهلي بزمن هجمه 14 ثانيه. وولتر هوتش، احمد اسماعيل، وولتر زهران ومخالفه المشي بالكره. الكابتن ايهاب عابدين بيحتسب على زهران مخالفه المشي بالكره. احمد سامي لجباري، قافل عليه عمرو زهران. جباري بيحاول يعدي من عمرو، ولكن عمرو من المدافعين الشداد جدا في الديفنس بتاعهم. شوكت لجباري مع مؤمن، وتصويبه من جباري في سن الحلقه بيلمها مروان لولتر هوتش. وولتر بيعدي لمروان لعمرو زهران ناحيه الشمال. شايف كده سنين اوجستي بيقول لهم كده لفوا ودوروا الملعب. لمؤمن، احمد اسماعيل، ومحاوله و اوت سايد لصالح النادي الاهلي. اوت سايد لصالح النادي الاهلي، وست ثواني على زمن الهجمه. وولتر هيطلع الكوره، مروان ويلف مروان ويصوب ويسجل. مروان يرفع نتيجة ل 37-21. جباري يلعبها لأحمد سامي، الجباري تاني. شوكت داخل، شوكت داخل، شوكت وبيصوب في سن الحلقة، تروح لأحمد سامي. أحمد سامي لجباري، جباري سامو، لكن خطأ الشخصي على عمرو زهران وبيعتذر للجهاز الفني. الكرة بتاعت مروان وهو طالع اهو من قدام شوكت وبيسجل نقطتين. من قدام شعوط عفوا وبيسجل نقطتين. بيخرج عمرو زهران وبينزل عمر عزب وبيقطع الكرة، عمر وبيقطعها تاني وخارج الملعب اوت سايد. طبعا يستحق التحيه، ديفنس قوي من عمر عزب. نقل الهجمه من المنطقه الاماميه للمنطقه الدفاعيه، وفضل 10 ثواني على زمن الهجمه لنادي الجزيره. طب حد هيقول 10 ثواني ليه؟ ما الكوره كانت مع عزب. لا، ما كانش في حيازه لعزب، هو قطع الكوره مره وقطعها تاني، فبنكمل زمن الهجمه للجزيره. طب هل نحسب 8 ثواني في المنطقه الدفاعيه دلوقتي؟ اه نحسب 8 ثواني في المنطقه الدفاعيه. هو كده عدى خلاص. وتصويبه في سن الحلقه من شوكت، تروح الكوره لوولتر بيعدي نص الملعب، لمروان لوولتر، احمد اسماعيل، مروان. يا سلام يا مروان، فكرتها حلوه ولكن كانت عايزه قوه شويه ومحاوله، ولكن خطا الشخصي على وولتر هودج لصالح عاصم الجندي. 36 ثانية على نهاية أحداث الفترة الثانية. 37 للأهلي، 21 الجزيرة. رميتين حرتين للجزيرة، عاصم الجندي هيصوب الرمية الحرة الأولى. بتخبط في سن الحلقة.
بيصوب الثانية ما ينجحش في التسجيل لأن الكرة على طول أحمد إسماعيل لعمر عزب، مروان لعمر لولتر وداخل وولتر ويصوب بشماله ويسجل وولتر يرفع النتيجة ل 39-21. أيمن شوكت، أيمن بيحاول يعدي من مؤمن، بيعدي يلعبها لجباري، جباري بيحاول يعدي يسقط الكرة لمصطفى شعوت اللي بيطلع يسجل نقطتين للجزيرة يرفع النتيجة ل 23 للجزيرة 39 النادي الأهلي. استراحة قصيرة نعود فيها مع الإعلامي المميز الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام نجم مصر والنادي الأهلي كابتن محمد السلعوي ونجم الجزيرة ومنتخب مصر الكابتن أشرف الكردي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا المتألق دائما الإعلامي المميز نجم مصر والنادي الأهلي الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام الكابتن محمد السلعاوي والكابتن أشرف الكردي. مشاهدينا الأعزاء وشاء كرة السلة في كل مكان، مشاهدي قناة النادي الأهلي، انتهت أحداث الفترة الأولى والثانية بتقدم النادي الأهلي 39-23 الجزيرة، وكانت الفترة الأولى انتهت بتقدم الأهلي 23-15. سريعا كده اقول لحضراتكم للي ما تابعناش من الاول، اقول له تشكيل النادي الاهلي: علاء زهران، محمد ابو النصر، مؤمن طارق، خيري، عمر عزب، عمرو الجندي، مروان سرحان، سيف سمير، كريم حاتم، علي وحيد، والتر هوج، احمد اسماعيل، عمر طارق. اما الجزيره بيمثله عمر خيري، عبد الرحمن الجندي، جباري، انتوني، احمد سامي، عاصم الجندي، احمد هشام، احمد عبد اللطيف، سيف الصناديلي، مصطفى شعوت، محمد جيزه، ايمن شوكت، عمر عبد الحميد. يحكم لقاء اليوم الكابتن محمود ابراهيم، الكابتن ايهاب عابدين، الكابتن محمد حلمي، ويراقب المباراه الكابتن احمد كامل مدير المسابقات بالاتحاد المصري لكره السله. بدانا احداث الفتره الثالثه والكوره مع النادي الاهلي، عمرو زهران، وولتر هوج، يلعبها للجندي لعمرو، وتصويبه في سن الحلقه من عمرو زهران يلمها احمد سامي، احمد لجباري، انتوني، جباري بيقفل عليه عمرو زهران، يلعبها لاحمد سامي، واحمد سامي بيصوت في سن الحلقه يلمها عمرو الجندي، عمرو، وولتر بيطلب منه الكره ولكن عمرو بيعدي، بيلعبها لولتر بالفعل، يسقطها تحت الباسكت لاحمد اسماعيل، واحمد يطلع بالكره بره، يلعبها لولتر لاحمد اسماعيل تاني، ويصوب احمد اسماعيل في سن الحلقه يلمها احمد سامي، جباري، انتوني في نص الملعب، جباري يلعبها لاحمد سامي، وداخل احمد سامي، وداخل احمد سامي وبيصوب وبيسجل نقطتين للجزيره يرفع النتيجه 25 الجزيره 39 النادي الاهلي. والتر ووج ناحيه الشمال بينزل على نص الملعب لمروان لولتر، وداخل وولتر وبيصوب وولتر بيسجل وولتر 41-25. جباري جباري بيقفل عليه عمرو زهران ومروان، وسرع على الكرة وتتقطع الكرة، ياخدها وولتر وداخل وولتر، وفي صفارة كابتن إيهاب عابدين بيحتسب مخالفة لصالح النادي الأهلي. تصويبة وولتر هوج، طب طالما بيجدد وهو في المنطقة الدفاعية يبقى بيجدد زمن الهجمة كاملة 24 ثانية. وولتر هوج، عمرو زهران، وولتر لزهران لمروان، وتصويبه ثلاثيه مروان، الثلاثيه الثانيه لمروان سرحان يرفع النتيجه ل 44-25. احمد سامي لشوكت، وتصويبه من شوكت في سن الحلقه يلمها النادي الاهلي، احمد اسماعيل يلعبها للجندي، الجندي لمروان، للجندي تاني لمروان، وداخل مروان ويلعبها لولتر،
لعمرو زهران لولتر وتصويبه في سن الحلقه من فوق يلمها مصطفى شعبط لجيزه. جيزه بيعدي من عمرو زهران يلعبها بره لاحمد سامي. احمد يعكس الملعب لجباري لجيزه اللي بيصوب في سن الحلقه ياخدها مصطفى شعبط لجباري تاني. الجباري بيحاول يعدي ويصوب وخطا شخصي هيستوجب رمية حرة إضافية. بينجح إنه يسجل نقطتين وياخد خطأ شخصي برمية حرة إضافية. أربعة وأربعين سبعة وعشرين وجباري بيصوب ما ينجحش في التسجيل يلم الكرة على طول وولتر ووتش. يلعبها لعمرو زهران لولتر ناحية الشمال بيحاول يعمل استار احمد اسماعيل وبالفعل، ولكن هنشوف كده الكابتن محمود ابراهيم قراره ايه، بيحسب خطأ شخصي على جيزة. خطأ شخصي على جيزة هيستوجب ادخال الكرة من الحد الجانبي. الجندي وولتر مروان وتصويبه من مروان. يا سلام يا مروان بيسجل نقطتين 46 الاهلي 27 الجزيره. بص حضراتكم هو واقف اهو وبيصوب ونقطتين للنادي الاهلي. احمد سامي جابري انطوني احمد سامي وتصويبه من احمد سامي في سن الحلقه يلمها مروان. مروان لولتر احمد اسماعيل تحت الباسكت يلعب على عمرو زهران وداخل زهران. يا سلام يا زهران بيسجل وياخد رميه حره اضافيه 48 27 ورميه حره اضافيه. بينجح تسجيل الرميه الحره الاضافيه 49 27 لصالح النادي الاهلي والكره مع جابري انطوني. جابري بيعدي لايمن شوكت لجابري لايمن شوكت والتصويبه ثلاثيه من ايمن شوكت يرفع النتيجه ل 30 الجزيره 49 النادي الاهلي. مروان احمد اسماعيل الجندي والجندي بيصوب في سن الحلقه يرمها عمرو زهران يسقطها تحت الباسكت لاحمد اسماعيل بيلف يوسع لنفسه ويسجل نقطتين يرفع النتيجه ل 51 30. جباري داخل جباري داخل جباري وقصيره يلمها على طول النادي الاهلي وولتر ووتش. يا سلام يا وولتر وولتر بيخدع جيزه كده انه هيباصي وبيعدي منه ومخالفة. هنشوف كابتن محمود ابراهيم بيحتسب خطأ شخصي ولا مخالفة. لا حسب خطأ شخصي لصالح النادي الاهلي، ولكن الصفارة طلعت متقطعة زي ما احنا متعودين كده ما بنسمعها ساعة المخالفة. احمد اسماعيل وتصويبة بيسجل نقطتين يرفع النتيجة ل 53 30. جباري ايمن شوكت ليه جباري جباري ليه مصطفى شعوط لايمن شوكت قافل عليه وولتر وبيصوب منه يلمها احمد اسماعيل لولتر ووتش بيعدي نص الملعب وولتر للجندي وتصويبه بعيد عن الحلقه يلمها احمد اسماعيل لعمرو زهران اللي بيصوب ويسجل. عمرو زهران يرفع النتيجه ل 55 30. جابري انطوني في نص الملعب قافل عليه عمرو زهران لاحمد سامي لجباري وبيحاول يعدي من عمرو زهران وبيسجل نقطتين. عمرو زهران زي ما قلت لحضراتكم من المدافعين اللي بيعرف يضايق المهاجم قدامه وبيفرض عليه رقابه شديده جدا. وولتر وودز
ايه الجندي؟ والجندي بيلعب عكسيه لاحمد سعيد، ولكن كان احمد اتحرك خطوتين قدام، طلعت الكره خارج الملعب اوت سايد، بيعتذر له الجندي. هيبقى مين قاعد فوق او بيتابع المباراه؟ جباري احمد سامي، وداخل احمد سامي وخطا شخصي على احمد اسماعيل، ونقطتين ورميه حره اضافيه. رميه حره اضافيه لاحمد سامي من اللاعبين المميزين في صفوف الجزيره. احمد سامي ينجح تسجيل الرميه الحره الاضافيه. 33 الجزيره، 55 النادي الاهلي. كريم لسيف، الجندي لكريم، لسيف الناحيه الثانيه، للجندي في نص الملعب، طالع له احمد اسماعيل يعمل له ستار، بيعدي يلعبها لكريم وتصويبه في سن الحلقه، ياخدها جابر وهجمه مرتده، وداخل احمد حاتم عبد اللطيف وبيسجل نقطتين للجزيره، وخطا الشخصي على كريم حاتم هيستوجب رميه حره اضافيه، ودهشه من سنيور اوجستي على الخطا الشخصي. نشوف كده مع حضراتكم اهو، داخل اهو احمد، داخل احمد، وفي النهايه احنا بنقول هي قرارات الحكام، زاويه الحكم قالت كده، ليس لنا تعليق. تخبط في سن الحلقة، تروح لكريم، كريم لوولتر، أحمد إسماعيل، أحمد بيحاول يوسع لنفسه ويدخل ويلعبها، ولكن يلم كورته تاني، كريم، الجندي وتصويبه ثلاثية الجندي، الجندي عمرو الجندي، الثلاثية التانية لعمرو الجندي، يرفع النتيجة ل 58-35. جباري بيعدي، جباري يلعبها بره لاحمد سامي، احمد بيصوت في سن الحلقه يلمها كريم، كريم يلعبها في نص الملعب لعمرو الجندي، الجندي كان بيطلب كده ستار، يلعبها لكريم يطلعها بره لسيف سمير اللي بيصوب. يا سلام يا سيف، ثلاثيه سيف سمير، كابتن فريق النادي الاهلي سيف سمير، 61-35. الصناديلي وبيصوب ثلاثيه، الصناديلي يرفع النتيجه ل 38-61. والتر رودز، الجندي ناحيه اليمين، وتصويبه ثلاثيه الجندي، يا سلام يا جندي، عمرو الجندي، الثلاثيه الثالثه 64-38. في حضراتكم الثلاثية الثالثة لعمرو الجندي، وداخل جباري ويحاول يلم الكرة ويطلعها خارج الملعب اوت سايد لصالح النادي الاهلي. في تغيير في صفوف النادي الاهلي، بيخرج والتر هودج واحمد اسماعيل، وهقول لحضراتكم كده مين اللي نزل. عزب نزل، وعلي وحيد، علي وحيد يلعبها لسيف تتقطع منه، ياخدها عاصم، عاصم الجندي لجيزه ناحيه الشمال، بيعدي نص الملعب جيزه، قافل عليه علي وحيد، بيعدي منه وداخل جيزه وبيعدي من سمير، ولكن الكوره بيقطعها منه سيف سمير وتخرج خارج الملعب اوت سايد لصالح نادي الجزيره. جيزه يطلع الكوره، يلعب على عاصم، للصناديلي الجيزه تاني، للصناديلي، والصناديلي بيلف ويصوب، يلمها سيف سمير لكريم حاتم، كريم للجندي، لكريم في نص الملعب، الناحيه التانيه لعمر عزب، عمر
يلعبها لسيف لعمرو الجندي اللي بيصوب. يا سلام يا جندي، يا سلام يا جندي، الثلاثيه الرابعه لعمرو الجندي يرفع نتيجه ل 47 38. ما شاء الله عليك يا جندي، واضح كده ان الغزاله رايقه. وتصويبه ومحاوله وتروح الكره لعمر عزب. عمر للجندي، ايه الجندي داخل الجندي يلعبها بره لعمر عزب، للجندي تاني يقطعها منه الكوره. احمد حاتم عبد اللطيف لجيزه، عبد الرحمن الجندي العاصم الجندي، وبساطة اخوية عائلية، وخطأ الشخصي على عمر عزب. وداخل الجيزة وامسكها سيف وهو واقف على خط الملعب، خط الاوت، وتبقى اوت سايد لصالح الجزيرة. خطأ شخصي على كريم حاتم. بيسجل الرميه الحره الاولى عاصم الجندي، هيصوب الرميه الحره الثانيه، بيسجل الرميه الحره الثانيه، يرفع نتيجه ل 42 67 النادي الاهلي. عزب للجندي تصويبه ومحاوله، ولكن بتنتهي احداث الفتره الثالثه بتقدم النادي الاهلي 67 42. عودة مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة الأهلي وأحداث الفترة الرابعة لمباراة الأهلي والجزيرة، وثواني وهنبدأ مع حضراتكم أحداث الفترة الرابعة. وعلى ما نبدأ أفكر حضراتكم بنتائج النهاردة كده، المصرية اتصالات ومصر تأمين 73 الاتصالات، 74 سموحة، 49 طلائع الجيش، الاتحاد 75، الزمالك 72. الكرة مع الجزيرة 67 الأهلي 42 الجزيرة، وتصويبة بيلمها على طول النادي الأهلي عمر عزب، وخطأ على المهاجم كابتن محمود إبراهيم، بيقول له عمر عزب كده في دفعة، هيستوجب دخول الكرة من الحد الجانبي. أحمد حاتم لجيزة، عبد الرحمن للصناديلي، جيزة، وخطأ شخصي كابتن إيهاب عبدين بيحتسب ويستوجب رميتين حرتين. رميتين حرتين لصالح جيزة، وفي تنبيه كده من كابتن إيهاب عبدين لسنيور أوجستي بيقول له أي تعليق من البنج هحسب خطأ فني. هو بيشاور له، هو بيقول له البنج، السنيور أوجستي بيقول له أنا اللي اتكلمت، قال له لا البنج. بيصوب جيزة الرمية الحرة الأولى، ما ينجحش في التسجيل. وينجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية، 43 الجزيرة 67 النادي الأهلي. مؤمن لعمر عزب. عزب تاني ياخد الكرة من علي وحيد. عمر عزب بيلعب على علي وحيد ناحيه الشمال لمؤمن طريق خيري. مؤمن عايز يلعب لسيف، يغير الناحيه الثانيه لعمر عزب، وتصويبه ثلاثيه. يا سلام يا عمر يا عزب، ثلاثيه عمر عزب مع اخر ثانيه في زمن الهجمه. بصوا حضراتكم ثلاثيه ولا اروع، يرفع نتيجه ل 70 43. عمر عزب يلعبها لكريم،
وخطأ الشخصي على سيف هيستوجب ادخال الكرة من الحد النهائي. في تغيير، بينزل ايمن شوكت وبيخرج محمد جيزة من الجزيرة. مؤمن هيطلع الكرة، يلعب على علي، لعمر عزب، لمؤمن، لعمر، ودخل عمر يلعب على علي وحيد ويسجل علي وحيد، يرفع النتيجة ل 72 الاهلي 43 الجزيرة. علي وحيد على طول فاضي اهو، خد الكرة وسجل نقطتين للنادي الاهلي. ايمن شوكت بالفعل نزل على الارض، الكابتن ايهاب عابدين على طول احتسب مخالفة المشي الكرة على ايمن شوكت. في وقت مستقطع بيطلبه النادي الاهلي. 72 الاهلي 43 الجزيرة. انتهت احداث الفترة الأولى بتقدم الأهلي 23-15، الفترة الثانية والشوط الأول بتقدم الأهلي 39-23، الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 67-42 الجزيرة. انتهى الوقت المستقطع اعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان امام شاشات قناه النادي الاهلي، وعلى ما اللعيبه تنزل الملعب. اقول لحضراتكم مباريات الاسبوع الاخير، يوم الاثنين القادم ان شاء الله الاتحاد هيلاعب الاهلي، والجزيره هيلاعب طلائع الجيش، والزمالك هيلاعب المصريه اتصالات، ومصر التامين هتلاعب سموحه. الكرة مع النادي الاهلي، كريم بيعدي نص الملعب، علي بيعمل له ستار، ولكن ايمن بيعمل سويتش على طول لكريم، هو بينزل الكرة. يمكن شايف كابتن محمود ابراهيم بيقول لا، هو نزل الكرة على الارض ونط وهي على الارض، يعني ما فيش مخالفة المشي بالكرة. الكرة مع عبد الرحمن بيوقف الملعب، حصل شد لاحمد حاتم عبد اللطيف، بنقول له سلامات، بيطلب التغيير. هنشوف كده مين اللي هينزل. بينزل جيزة مكانه. عاصم الجندي، عاصم داخل، عاصم وبيقف الهوا ويصوب، يلم كورته تاني، بيطلع كرة بره الجيزه في نص الملعب. جيزه بيعدي، بيعمل له ستار الصناديلي، وياخد الكرة ويصوب الصناديلي في سن الحلقه، يلمها علي وحيد لعمر عزب. عمر بيعدي نص الملعب من ناحيه اليمين لعلي وحيد في نص الملعب. مؤمن طارق خيري لعمر، لكريم، سيف سمير لكريم، وتصويبه في سن الحلقه، يلمها علي وحيد لكريم، يطلعها بره المؤمن. كريم في نص الملعب لعمر عزب، وتصويبه من عمر عزب في سن الحلقه، وخطا الشخصي على علي وحيد. كابتن محمود ابراهيم بيقولوا في دفعه اثناء لم الكره. جيزه يلعبها لسيف، وداخل سيف بيصوب، يلمها سيف سمير لمؤمن طارق خيري، بيعدي نص الملعب مؤمن،
لعلي وحيد، لعمر عزب ناحية اليمين، لمؤمن تاني، لكريم، سيف سمير، وسيف يعكس الملعب لعمر عزب اللي بيصوب في سن الحلقة، يلمها سيف الصناديلي لجيزة، أيمن شوكت بياخد الكرة ودافع من عمر عزب، بيعتذر على طول عمر عزب. في تغيير في صفوف النادي الأهلي، عمرو زهران هينزل وبيطلع علي وحيد، بيطلع كريم حاتم. أيمن شوكت لجيزة، جيزة لشوكت، وشوكت بيصوب تصويبه بنقطتين يرفع النتيجة ل 45-72. عمر عزب علي وحيد لسيف سمير، عمر عزب، عمرو زهران، وزهران بيفكر يدخل وبيدخل وبيصوب، ولكن بتخبط في سن الحلقة وترد على طول للجزيرة، ياخدها جيزة، وجيزة يعكس الملعب لعاصم الجندي اللي بيصوب في سن الحلقة، اللي مع عمر عزب. عمر بيعدي من ناحية اليمين، نازل له علي وحيد في نص الملعب، يلعبها الناحية التانية المؤمن، لعمر، لعمرو زهران، لعمر، ويلا يا عمر، ويصوب عمر في سن الحلقة، يلمها سيف، وطالع السيف خطافية عكسية، على طول بيسجل نقطتين 74-45. جيزة عبد الرحمن الجندي لأيمن شوكت، وتصويبة من أيمن، ثلاثية أيمن شوكت، الثلاثية الثانية لأيمن شوكت. عمر عزب 74 الأهلي 48 الجزيرة، سيف سمير لعمر عزب، وداخل عمر يلعبها لعمرو زهران اللي بيصوب بعيد عن الحلقة، يلمها سيف الصناديلي لعاصم الجندي، وداخل عاصم، داخل عاصم، ومؤمن طارق خيري بيرتكب معاه خطأ شخصي بيمنعه من التسجيل، هيستوجب رميتين حرتين. خطأ شخصي هيستوجب رميتين حرتين لصالح عاصم الجندي. عمر عزب بيخرج وبينزل مروان سرحان، وعلي وحيد بيخرج وبينزل احمد اسماعيل. بيصوب وبيسجل الرميه الحره الاولى عاصم الجندي. هيصوب الرميه الحره الثانيه، ما ينجحش في التسجيل، لما على طول احمد اسماعيل لمؤمن خيري، مروان لعمرو الجندي، المؤمن في نص الملعب، ومؤمن داخل يلعبها الناحيه الثانيه لعمرو زهران، لاحمد اسماعيل، عمرو زهران، وداخل زهران، يا سلام يا زهران، بيخترق زهران وبيسجل نقطتين يرفع النتيجه ل 76-49. جيزة للصناديلي وبيصوب الصناديلي، بيسجل نقطتين يرفع النتيجة ل 51-76. مؤمن خيري، مروان، الجندي لمؤمن، وتصويبة بتدخل الحلقة وتلف تاني، تروح على طول للجزيرة، شوكت، شوكت بيحاول يعدي وبيعدي بالفعل وبيصوب وبيسجل نقطتين، 53 الجزيرة، 76 النادي الأهلي. مؤمن خيري، عمرو الجندي، عمرو زهران، مروان، والواحد وبيصوب ما ينجحش في التسجيل، يلمها أيمن شوكت، شوكت بيقفل عليه مؤمن خيري، بيحاول يعدي منه وبيصوب، بتخبط في سن الحلقة وتخرج خارج الملعب أوت سايد، اوت لصالح النادي الاهلي. هيطلع الكوره عمرو الجندي، يلعبها المؤمن، وثلاث دقايق على نهايه المباراه،
76 الاهلي، 53 الجزيره. المباراه الاولى انتهت بفوز الاهلي 83-67. الجندي لمروان مؤمن، وداخل مؤمن لاحمد اسماعيل، واحمد داخل، داخل على الباسكت احمد وبيصوب. طبعا الصفاره دي كانت زمن الهجمه، هنا اتاخر حكم او مقاطي زمن الهجمه فاطلق الصفاره بالخطا، خلى شريف، خلى سيف شريف الصناديلي يقف. فنشوف هنا قرار الحكم ايه، هل احتسب مخالفه المشي بالكره ولا احتسب. هو القانون بيقول ان صفاره زمن الهجمه ما توقفش الملعب، لازم صفاره الحكم في الملعب. يعني هنا برضو كل لاعبينا وكل ناشئينا اللي بيتابعونا لو سمع صفاره ال 24 انطلقت من بره ملوش دعوه بيها، لازم صفاره الحكم هي اللي توقف الملعب. عمرو زهران بيسجل نقطتين 78-53. الكره مع شوكت، شوكت يلعبها الناحيه الثانيه ولكن يقطعها الجندي لعمرو زهران لسي. يا سلام يا احمد يا اسماعيل، يا سلام يا عمرو يا زهران، يا سلام يا احمد يا اسماعيل. كره ولا اروع، دنك جميل من اللي بيعجب الجماهير. لو الصاله دي بقى مليانه الجماهير شوفوا بقى كان الاهات والتشجيع والتسقيف والصيحات اللي كانت هتحصل كانت هتبقى شكلها ايه. تمانين 53 وقت مستقطع بيطلبه الكابتن محمد الكرداني المدير الفني للجزيرة. زي ما حضراتكم شايفين كده بيبقى في حوار دائم بين الحكام وبعضها وهما بيتكلموا، لان الحكام طول ما بتتحاور مع بعضها بتدي نفسها اشارات واسلوب معين في اداره المباراه بيسهلوا على نفسهم اداره المباراه. انتهى الوقت المستقطع. دقيقه 58 ثانيه على نهايه المباراه، 80 الاهلي 53 الجزيره. وجيزه يطلع الكوره، عاصم الجندي الجيزه تاني لمصطفى، وخطا الشخصي على عمرو زهران، خطا الشخصي على عمرو زهران هيستوجب رميتين حرتين لان الاهلي ارتكب اكتر من اربع اخطاء شخصيه. بينجح في تسجيل الرميه الحره الاولى. شايف الساعة في الملعب فاضل دقيقتين وثانية. مؤمن طارق خيري بيعدي، مؤمن يلعب على عمرو الجندي، الجندي بيحاول يخترق وبيصوب في سن الحلقة، بيتابع كورته يلمها سيف الصناديلي وياخد خطأ الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. خطأ شخصي هيستوجب رميتين حرتين. ومهيب وحوار ومتابعة للقاء وساعة المباراة في الملعب دقيقة 45 ثانية زي ساعة شاشة قناة الأهلي. هيصوب الرمية الحرة الثانية، بينجح بالتسجيل. 57 الجزيره 80 النادي الاهلي. مؤمن خيري بيعدي، مؤمن يلعب على مروان، مروان للجندي، وتصويبه من عمرو زهران في سن الحلقه يلمها عاصم الجندي، يلعبها طويله لشوكه العاصم، وداخل عاصم ومحاوله. يا سلام يا عمرو يا زهران، قلت لحضراتكم سوبرمان السله المصريه بيطير ويشيل الكره من فوق ولكن بتروح لعبد الرحمن الجندي بيكملها بنقطتين لصالح الجزيره. مؤمن
وخطأ شخصي. خطأ شخصي على المهاجم. خطأ شخصي على المهاجم ومروان كده بيستفسر من الكابتن محمود بيقول له انا عملت ايه، بيشرح له الخطأ الشخصي. جيزة لعبد الرحمن الجندي الجيزة تاني لعبد الرحمن وتصويبة من عبد الرحمن تروح على طول للنادي الاهلي. عمرو الجندي الجندي بيحاول يعدي بيقفل بيقطع منه الكرة شقيقه عاصم الجندي لجيزة وبيشيلها عمرو زهران ولكن الكابتن ايهاب بيحتسبها نقطتين. يعني احنا ممكن نشوفها تاني اهو مع حضراتكم طالع جيزه وعمرو زهران وهي بعد ما لمست البورد واتجهت للحلقه. بالفعل قرار سليم من الكابتن ايهاب عبدين. عمرو زهران هنا لو كانت لسه في حاله صعود كنا نقول لا في كلام، ولكن طالما لمست اللوحه وبتتجه للحلقه يبقى خلاص كده وصلت لاقصى مدى ليها وهنا يبقى عرقله. ثلاثيه عاصم الجندي والكرة مع مؤمن وخطأ الشخصي على عبد الرحمن الجندي. خطأ الشخصي هيستوجب ادخال الكرة من الحد الجانبي. الجزيرة لسه ما ارتكبش أربع أخطاء شخصية. عمرو زهران مؤمن داخل مؤمن داخل مؤمن يلعبها بره المروان وتصويبة في سن الحلقة تروح للصناديلي. الصناديلي لعاصم الجندي والثلاثية مع نهاية المباراة ويرفع النتيجة 67 الجزيرة 80 النادي الأهلي. نفس نتيجة الجزيرة لمباراة الدور الأول ولكن النادي الأهلي كان فاز في الدور الأول 83 النهاردة 80. مبروك النادي الأهلي. وأصدقائي الأعزاء مشاهدينا الكرام عودة إلى استوديو النادي الأهلي والإعلامي المميز الكابتن هيثم السعيد نجم مصر ومعاه اساطير كره السله كابتن محمد السلعاوي نجم الاهلي ومنتخب مصر والكابتن اشرف الكردي نجم الجزيره ومنتخب مصر. شكرا لحضراتكم. كان معكم معلقا دكتور وائل ابو العزم.